ما كانش طرق مره ورا مطرق. يروح تشوف دارو كانت هذه خاك تشوف فيها البعير يطيح كل خطا تهبط في جهه يتحلها الزرداء قد ما وقت طريق ولا دراج المسيله خاك تشوف فيها راح تاكل خايت فرعت جهه تحتاني هذه راح تاكل. انا نهربوا منها نهربوا منها ساعه واحد يدخل فيه صاحبه من الحفر هنا هاربين من الحفر هاي ما كانش هي زعما جديده راحت مره هزت تروح للطريق تلقاها محفره الدودانات ما كان حتى طريق الكرس تاعونات قطعوا تقطعت ديجا طيح في حفره خلاص ترقد الطوموبيل طول هذه هي. تروح مول الحانوت تلقى دير كاري ولا مشني الفراندي عنديه هو داير كراسي من يقول لك ما تقاريش قدامي واش من طرق ما كان حتى طرق ما كان حتى طريق ما كان عندنا انا ما كان حتى طريق ما كان والو الطريق مو تاريخ من حتى بالعايبه ما كان عندنا حتى طريق دودانات كثر دودانات صح كثر المشاكل في الطريق واش من طرق طرق كل مكسره به الطريق دير ساعه ونص ساعه ونص ديرها في الطريق في الطريق ما تلقاش مولو دودانه واحده تلقى ثلاثه والله غير ثلاثه مساميين هذه ساعه تجيبها في الطريق ونص ساعه تجيبها في لاروكات هنايا لاروكات هنايا ثاني سيركيلاسيو نص ساعه ديرها من لاروكات من الدخله تاع لاروكات وروح هنايا للكديه دير نص ساعه طرقات الناحيه الشرقيه هذه راه دوكا في حال تدهور خسروا شويه لازمهم يشوفوا لنا بعين الاعتبار ويعاودوهم وراهم ضيقين شويه الطرق هذه الرابط بين نقولوا طريق وطني رقم 40 راه ناقص شويه وخاصة الجهة الجنوبية في يعني الطريق داخل المدينة هنايا كاينين اللي نقولوا مخدومين ولكن التربة نتاعهم مش صالحة من تحت لازمها يخدموها يعني الصيانة تكون مليحة يعني واجبة وتكون ما يقدرش كل مرة خدموا عاود كنت لبس بها العرض ديالته بالطرق هذو المكسرين يعاودوهم لا راح يعاود لك الطريق هذا الطريق هذه كانوا فيها غا بلايص برك كما نقولوا عند الكاتشو مال كما الفيروس نورمالمون يلتو بهذيك عاودوا ليه راح يعاودوها كومبلي عاودوها من الشرق الغرب لا خسرت دراهم برك في كل بلديه تلقى 40 دودان واش تمشي انت هي تمشي ولا تروح للدودان ما كاينش كو غرامي بنت روم تشوفها هاي وراها باينه تاع ما كانش هنا قدام الولايه في الولايه سنتر هنا تلقى الحفره الطبيعيه يردم بترابه هذه في كوتي على مطر ما تقدرش تدخلها لهنا والسيارات تضروا شويه اي كيما راك تشوف مقلبه واش اللي غيضروا هذا والطرق وكل منها الخارجه لهنا هذه كل ما وهنا نعاني والله اعلم ما كاش محطه هنا خلاص هذه حجر تراب انت كي تجي القرقه في الشتاء لهون تدخل بالبوط وما تسلكش تيس بوسيو تاع كاروسات تعاودوا تاع كار تعاودوا في ثلاث ايام اربع سمانات تلقى راه جنابات ما لاوش الجنابه زعما اللي الجناب زعما اللي عندها سبوسيو نتاعها مليحه وكذا كل يوم نبدلوا كل يوم هم راحوا المهارس هم راحوا المرتي صور هم راحوا شيران بلوك الفيروتي البيزي تلك المليار ما خلى والو ورانا قال لك انه مش رانا نخدموا بهم كون رانا نخدموا بهم على الصحه ولا واحد ما يقدر يخدمها وليت المسيله راه مهمشه طول نطلبوا من السلطات تجي في اقرب وقت رانا في 2015 اخويا رانا في 2015 ما بقى والو الولايات كل بس العام ما عدا وليت المسيله داروا سياره داروا العباد راكبين معنا دارت الامه كل العباد ما دير منا ربع ساعة تولي دير ساعة من تخرج منا ملكو ديال مثلا دراج دير ساعة. تاعك مكباراج على فيوز يدير لك بروسي الطرق مكسرة ما كان حتى حاجة يعني تعجب. كان اللي ما يشوفوش ولدو دان ما يديرهمش الطيلة هذاك وموش دايرين نقولوا الطريق الوطني هذا رقم 40 موش دايرين نقولوا الطيلة هذاك في الطريق اللي يعود الضوء ناقص ولا المطر يصب ما تبانش هذيك نعم الدودانات ما يبانوش هذوك والدودانات راهم كبار معلينهم بزاف مش خادمينهم طريقة قانونيه ورسميه. مسيله كل حفره اصلا حنا مسيله حنا في حد ذاتنا حفره. ماناش حنا المسؤولين هما المسؤولين البلديه وداخل المدينه هاي البلديه وخارج المدينه هاي الاشغال العموميه. الطريق هذه برك كنت لبس بها من لاروكاد سينجوي كاين بلايص برك في اللي كاتشوما واللي كارو كيران كانوا راحوا عاودوها كومبلي لا. المقاول يقول لك التقني والتقني يقول لك المقاول والمقاول يقول لك مسؤول فوقاني وهذا يقول هذا وراه يحدث كل واحد هنا المير يقول لك انا مش معني بالامر هنا في المحطه قال لك المير انا مش معني بالامر المحطه دي معني بها الولايه انا ما عنديش نقل هنا يجي ضيف منه ومنه يقول لك شنو هي الطريق هذه ما كان لا طرق لا امن لا الشعب حتى الشعب راح تهمش مع الدوله راح طول ما كان حتى ولف ما كانش الا اللي زار ما احنا عاد اللي زار ما كان حتى اري من نسيله حتى الماقره ما كان حتى اري ولقيت المواطن تهزو كل سمانتين على الميكانيسي قبلك تصور 100000 تخسر 500000
هذه بالنسبه للماتريال الطرق مكسره لافينيات نخلصوا فيها هاك تشوف ما كان والو لهنا كل ما شيء يعني كل ما شيء الناس يحذروا على بعضهم والله ما تفوت والله ما تفوت لازم لك بوط مول الناقل لازم له بوط عنده بوط دايره في الامال كي يلحق لهنا تصب لهم طريق يلبس البوط نحي صباط يلبس البوط سقدونا المحطه سقدونا الخرجه نتاع على روكات من السركلاس ومن التكسار مهتكه يديروا لها الترابط عليها المطر الطير يومين الطير طرق ما كاش حتى المسؤول هو اللي يجيك با يجيك با يهضر معك المسؤول ما كاش اللي يجيك خلاص ما كانش احنا كنا قايلين الكوديه هذه من 2000 انا ملي دخلتها من 2000 وهي هكذا تتراب لا جا الغرق ما يسلك منها لا المواطن لا الناقل لا واحد اخر الطرق مكسره الخرجه نتاع على روكات مكسره نهائيا نضربوا فيها الساعه قد ما نمشيو من البلاصه هذيك نمشيو هنا طلبوا يعني خرجونا منها طول احنا بالنسبه للنقل خرجني من الكوديه اخويا اديني لبرا كاين اللي بيس لبرا مقاري اللي بيس كبار انا نفرغ ثم دير لي محطه ثم واللي بيس يدخلوا هنا لا ندخل انا هنا نص ساعه وانا نمشي في لاروكات بزاف الامن ما كانش مره هكا شي كل ما كان انت بوليسي واقف هنا والو الله ما يسع بوليس توجه للسلطات المحليه واش راحوا لينا راحوا لا الحفور هذا هو راعي المواطن كيف راه صاير له ويا المسيده هذه قاعد مهمشه وحدها ها المسيده هي الاخرى خلاص قاعد ما كان حتى واحد راه يراعيها نطلب من السلطات تجي في اقرب وقت اخويا الوقت واش من مقاول وقال يسرق سراق سراق يسرق يخدم نص خدمه ويروح هذا مكان وخليها العام الجاي العام الاخر العام الاخر العام الاخر هي راه يا خويا نطلب من السلطات تجينا يا خويا هذا مكان اللي يدير يحفر حفره ما راعي وليه واللي يدير دوده لا ما راعي وليه وكل هذا يحب واللي قاري بالطريق ما راعي وليه واللي يدير كامي هكذا قدام الحانوت وسكر الطريق ما راعي وليه الكيران يفرقوا لنا في الطريق خامو تشوف فيهم حملات لاروكات يفرقوا في الطريق ما كلاه مول الحانوت مبارين الطريق تاع البلديه هم المسؤولين على الطرق هذه وعلى هم اللي يعني المسؤولين هنايا هنا في الجعفره هنا في الجعفره رانا في نص الولايه الحفره تسرط بعير مكسرة هنا في الولاية جي واحد براني يلقى هنا في الولاية الطريق مكسرة خلينا نقولوا الخرجة ما نهضروش وهنا لداخل في الولاية مكسرة والسيركيلاسيو اي مسؤول ناس مسؤول تاع مثلا اشغال عمومية وديجا الطريق هذه جا سارقين فيها ديجا الطريق هذه راه نورما على الاقل سارقين فيها واحد الميترا مع المنتاحات ومن فوق جي دوبك انا نقول لك جي دوبك كاميو يحب لك باش دوبك كاميو جي دوبك كاميو يقصوا بعضهم قال لا فرينا واحد باش دوب الواحد ما تقدرش دوبل خلاص ما كاش طريق ان التكروس رقدت طاحت الحفره رقدت عاودت محبس هاد الرواد والله غير رقدت الرواصر تاعنا تقطعوا مكن راه الصيانه راه والو السلام عليكم يا الطريق ولا الدراج هذه كي يصب المطر خاك شفتها لا رحت معها كي يصب المطر اللي جاي من ظهره يطلي اللي جاي من قبل يضربوا بالماء شكرها راك في البحر موجه جات تخبط لك بالباربريز ذاك النهار جابوا توفنا عدنا نشوفها بالسوارد ندخلوها لها ونعطوا لها طريزاسيون ما كانش با دخلها غير بالسواردك ما كانش